السلام عليكم. سواء كان العقل المدبر للمشروع الإيراني النووي أو أبا القنبلة النووية الإيرانية كما تصفه جهات غربية، فالنتيجة أن نائب وزير الدفاع الإيراني والعميد في الحرس الثوري والعالم النووي محسن فخريزادة قتل في قلب إيران، بل على مقربة من العاصمة طهران. فخريزادة هو خامس خمسة علماء إيرانيين يغتالون في عقد من الزمان، لكن تصفيته بحسب المراقبين هي الأكثر قسوة لطهران وإذلالا لها. أهمية القتيل وأهمية الموقع الذي قتل فيه والطريقة التي تمت بها التصفية والتوقيت شديد الحساسية والتعقيد للحادث، زد على ذلك أنه جاء في وقت قريب من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الضابط الإيراني قاسم سليماني. كل ذلك اعتبره مراقبون مؤشرا على ترهل في أجهزة الدولة وضعف بدأ يدب ويسري في أوصالها. التوقيت والنتائج وخيارات الرد، كل ذلك ستبحثه هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. إذن تصفية العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة ما زال الحدث الأبرز في هذه الأيام ويخيم على أحاديث المنطقة، والكل يترقب تداعياته على مشروع إيران النووي وخياراتها، خيارات طهران في الرد المؤجل منذ قتل قاسم سليماني قبل نحو عام. هذا الموضوع نبحثه مع ضيفينا الكريمين عبر الهاتف كليهما من نابلس في فلسطين، الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومن بريطانيا الأستاذ ماجد العباسي الناشط السياسي الإيراني. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من نابلس. دكتور عمر، عادة يعني حديث طويل وعريض ثار عن موضوع قتل محسن فخري زادة من حيث التوقيت، دلالة التوقيت في مثل هذه الأحداث، برأيك هل التوقيت يحظى بهذا القدر من الأهمية، وماذا يمكن أن يقرأ عن هذا العمل في هذا السياق، سياق التوقيت تحديدا؟ طيب، أتجه إلى ضيفنا في بريطانيا الأستاذ ماجد العباسي. أرحب بك مرة أخرى أستاذ ماجد. الحديث عن دلالة التوقيت وما قيل عن أن هذا العمل سبقه اجتماع سري بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وكذلك قبل استلام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمهام منصبه في البيت الأبيض، كل ذلك يعني سبق هذه العملية. يعني هل موضوع ربط هذا الحادث بهذه الأحداث، بمعنى أنها العملية تمت بعد زيارة نتنياهو إلى السعودية طبعا بحسب وسائل إعلام غربية، وبعد وقبيل استلام جو بايدن لمنصبه في البيت الأبيض، هل ربط هذا بذاك؟ هل تراه أمرا واقعيا فعالا ناجعا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنا أحييكم وأحيي ضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا وسهلا. لا شك بأن نحن لا يمكننا أن نقرأ هذا الحادث بعيدا عن المشهد العام في المنطقة، سواء يعني ننظر إلى الزيارة المحتملة اللي تكلموا عنها وسائل الإعلام الغربية ونفوها السعوديون. نتكلم عن هذه الزيارة حدثت أو لم تحدث، لكن في الإجمال لا يمكننا أن نقرأ الحادث بعيدا عن المشهد العام، وهو طبعا قبل كل شيء تمرير صفقة القرن والتطبيع والتقارب الموجود على قدم وساق مع المحتل الإسرائيلي، بل يعني كل هذا يأتي يعني ضمن. لا أريد أن أتوقف معك مع هذه الجزئية من فضلك أستاذ ماجد، يعني كما لو أنك تربط بأن تمرير صفقة القرن يحتاج إلى قتل عالم نووي إيراني، عفوا ما علاقة هذا بذاك؟ إيه نعم، هو ننظر إلى الموضوع من زاويتين. أنا في البداية أبي أدخل في موضوع قضية صفقة القرن، وهي أن يعني كل هذا يأتي ضمن محاولة إقناع شعوب المنطقة، وهم أي شعوب المنطقة هي الأكثرية السنية العربية وغير العرب، بأن ليس لديكم بد من خيارين
أحلاهما مر لا ثالث لهما، وهما إما تصطفون مع العدو الصفوي الإيراني أو مع العدو الصهيوني الإسرائيلي. وهذا بالضبط ما يريد ترامب ونتنياهو. طبعا لا ننسى بأن المكاسب الجزئية أو الحزبية والانتخاباتية لترامب ونتنياهو أيضا مهم جدا في هذه المرحلة الحساسة، بما أن نتنياهو في ورطة في أزمة سياسية، وكذلك ترامب إلى الآن لم يتخلى ترامب عن الرئاسة والمحاولات جارية إلى يومنا هذا. فبالتالي قص أجنحة إيران عبر استهداف برنامجها النووي، وكذلك عبر استهداف الأذيال والميليشيات، كل ذلك يعيد يعني أو يسهل لهم، خلينا نقول، تمرير صفقة القرن والتطبيع. وأيضا لا أنسى بأن المجتمع الدولي طيب، خلينا نقول الممثل أو طيب الناقد. أنا أحتاج منك يعني، وأنا أمثل شريحة من المشاهدين أستاذ ماجد، يعني أحتاج منك إلى يعني وجود معذرة يعني رابط منطقي بين قتل عالم نووي إيراني وبين تمرير صفقة القرن. يعني هل يمكن أن يفهم بأن يعني هذا العالم هو أحد القوى المؤثرة في المنطقة على تمرير هذه الصفقة، أم أن يراد إضعاف إيران على اعتبارها قوة ممانعة لصفقة القرن؟ وهذا يعني حتى الآن ما لم يثبت بحسب بعض المراقبين من أن إيران تمانع هذه الصفقة، هي منشغلة ببناء قوتها وترسانتها الذاتية في المنطقة بعيدا عن صفقة القرن من عدمه. لا، هو القضية لو ننظر إلى أصلا المشروع الإيراني، مشروع الممانعة الإيرانية، المشروع الممانعة أو المقاومة المكذوبة الكاذبة المخادعة للأمة، هي أصلا بنيت على هذا الأساس. يعني لا شك بأن العداء موجود بين إيران وإسرائيل، إحنا ما ننكر هذا الشيء، بأن العداء موجود، كما أن العداء الإيراني لأهل السنة وللأمة الإسلامية أكثر بكثير من عداوته تجاه إسرائيل. لكن العداء موجود والمنافسة موجودة، أحيانا هم يتفقون كما هم يتفقون مع الأمريكان، يتفقون ضد القوى السنية ضد أهل السنة لإضعاف أهل السنة، هذا لا شك. نعم. لكن العداء موجود، فبالتالي كما قلت لكم يعني قص أجنحة إيران لها عدة أسباب، ومن أسبابها أن إسرائيل لا تسمح، لأن العداء موجود والنظام الإيراني نظام ديني عقائدي، فبالتالي إسرائيل والمجتمع الدولي لا يسمحون بوجود قوة عسكرية معارضة لهم، يعني طيب، فكيف يسمحون بأن القوة العسكرية هذه القوة تملك السلاح النووي؟ هذا أيضا لا يسمحون. طيب نحن طبعا من ناحية أخرى، تفضل من ناحية أخرى، قضية السؤال اللي تفضلتم، قضية يعني توقيت هذا وصفقة القرن، هذا يساعد إسرائيل في التطبيع، لأن نحن الآن ندافع عنكم يا أيها المسلمين يا أهل السنة عن الخطر الصفوي الإيراني. طيب. المحدق بكم، أن هذا الخطر الصفوي الإيراني أهم من خطرنا، نحن أصلا مسالمين، نحن ليس لدينا أي مشاكل معكم، خلاص انتهت. طيب. المشاكل ونحن مسالمون، لكن العدو الرئيسي بالنسبة لكم هو العدو الصفوي. طيب أنا سأعود إليك لأسألك عن هذا الموضوع لأتوسع معك فيه، وإن كنا نريد أن نحادث أن نقارب هذه المسألة ونحلل فيها من البعد السياسي وليس البعد الديني. أذهب إلى نابلس، حضر مرة أخرى الدكتور عمر جعارة. دكتور عمر، ثار حديث طويل عريض عن موضوع ربط هذا الحدث بالتوقيت وفيما يحصل في المنطقة. في مثل هذه الأحداث الكبيرة، ما دلالة التوقيت؟ ما أهمية التوقيت؟ وماذا يمكن أن يقرأ في هذا السياق؟ الآن إذا تكلمنا إلى توقيت اغتيال زادة، نفس السؤال على الاغتيالات الذي وصلت إلى رقم 10 على الساحة اللبنانية، على الساحة الإيرانية وتحت السيادة الإيرانية. يعني إذا سألنا هل هناك
توقيت خاص باغتيال زاده. نفس السؤال على الاغتيالات رقم 10 بالاراضي الايرانيه وبالارض الايرانيه وتحت السياده الايرانيه. تسقط اهميه هذا السؤال اذا علمنا ان هذا هو الاغتيال الثامن للعلماء الايرانيين. لذلك لا يوجد ربط بالتوقيت ولا يوجد ربط لأهمية الزمن فيما يتعلق بالعداء الإسرائيلي لإيران كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي، اقتباس من الشاشة الإسرائيلية. إذن لا يمكن أن يكون هذا الاغتيال له سمة خاصة خارج الاغتيالات السابقة، وقد ذكرها وهذا حمو المختص بالشؤون العربية الإسرائيلية في القناة 12 ذكرها بالتفصيل لهذه الشخصيات الثمانية. إذن المسألة هنا أن إسرائيل هي التي تبادر بهذه الاغتيال سواء أعلنت أو لم تعلن. أما فيما يتعلق بالزاد لزادة فقد قال روني دانيال المسؤول عن الشؤون العسكرية الإسرائيلية، قال إن نتنياهو وهو يتكلم عن رئيس وزرائه، إن نتنياهو أخطأ قبل سنتين عندما ذكر اسم زادة، لأن الاغتيالات الثمانية السابقة بالإضافة إلى اغتيال حمزة ابن أسامة ابن لادن على الأراضي الإيرانية واغتيال عبد الله علي عبد الله المصري على الأراضي الإيرانية والتي تم اغتياله قبل 3 شهور وأعلن عنه قبل بضعة أيام. إذن ندخل في صلب الاغتيالات، وأعلنت إسرائيل عليها أم لم تعلن؟ لذلك إسرائيل تعادي المشروع النووي الإيراني ولا تستطيع أن تفعل بالمفعول بالفرن النووي الإيراني أي شيء. لماذا؟ لأن بدون ضوء أفضل أمريكي لا تستطيع إسرائيل أن تقصف المفعل النووي العراقي، وبدون ضوء أخضر أمريكي لا تستطيع أن تقصف إسرائيل المفعل النووي السوري، وغياب الضوء الأخضر الأمريكي في قصف المفعل الإيراني هو أساس منع إسرائيل من قصف المفعل. وأستطيع أن أوضح على هذه الحقيقة ليس من باب مع أو ضد وإنما من باب التوثيق. شعر مدير الموساد الإسرائيلي السابق مئير دجان والذي حكم الموساد 6 سنين وهو المنفرد في تاريخ الموساد بغزل يحكمها 6 سنين، شعر أن نتنياهو يادا في قصف المفعل النووي الإيراني، فذهب مئير دجان إلى واشنطن وقدم التقارير بالتنسيق مع مدير المخابرات الإسرائيلية في حينه ديسكن، الذي استغرب ديسكن مدير المخابرات الإسرائيلي من نتنياهو عندما طلب منه مراقبة من إردوغان. وقال لرئيس الجيش في ذلك الحين وله جينيس الآن زعيم حزب أزرق أبيض، قالوا له هل أنت مع ضرب المفعل النووي الإيراني؟ قال لا. وإذا صدر لك أمر من نتنياهو هل تنفذ؟ طيب. قال نعم، لأنني أنا قائد جيش. طيب. ولا أتدخل وأنا متعهد لقرارات الحكومة. طيب دكتور عمر، يعني هذا ما حدث بالنسبة لمحسن فخر زادة يمكن ربطه بما حدث لقاسم سليماني، أريد أن أسألك عن هذا الموضوع، لكن دعني أتحول إلى الآن لندن. أستاذ ماجد، يعني في العقد الأخير من الزمان 5 علماء نوويين كبار قتلوا على رأسهم محسن فخر زادة، زد على ذلك اغتيال أهم شخصية عسكرية تؤسس للمشروع الإيراني في المنطقة قاسم سليماني أيضا قتل في العراق، زد على ذلك إحراق جزء من منشأة نطنز النووية قبل أشهر قليلة. يعني هل نتحدث عن ترهل وضعف في الدولة بدأ يسري كما يقول بعض المراقبين في إيران؟ بالنسبة للهشاشة الوضع الأمني في إيران
وكذلك ضعف الدولة هي ليس يعني شيء جديد بالنسبة للمقاومين أو بالنسبة للذين يعيشون في الداخل الإيراني ولديهم صلة بالوضع السياسي والأمني. النظام الإيراني لو يعني نرجع إلى هذه السنوات الأخيرة، يعني منذ تقريبا عقد من الزمن، حدثت عدة اغتيالات، عدة ضربات سواء في الداخل الإيراني أو في الخارج الإيراني لأديال النظام وأذناب النظام ومعسكرات النظام في سوريا، في العراق، في الداخل، في الخارج. فدائما النظام الإيراني يحتفظ بحق الرد، والرد الصعب والرد القوي كما يسمونها، لكن لم نرى ولا نرى ولن نرى شيء من هذا القبيل. هشاشة الوضع الأمني موجود، خاصة في قضية اغتيال فخري زادة ظهر جليا يعني بشكل غريب جدا، حيث التخبط والاضطراب ويعني الروايات المكذوبة من النظام، التناقض في الروايات. يعني قبل يومين وأنا كنت أتابع الأخبار هناك 4 روايات رسمية خرجت، والآن وصلت الروايات إلى 6 روايات رسمية متناقضة عن كيفية اغتيال فخري زادة، وهو يسمونه أبو النووي أو أبو القنبلة النووية كما تصفه المخابرات الأمريكية. نعم نعم، حتى في إيران، يعني فخري زادة لا ننسى بأنه كان يدير مشروع نووي باسم آماد، وهذا المشروع مشروع خفي سري. نعم. لكن مع هذا لم يستطيعوا أن يحافظوا عليه يعني الرجل الأول في المشروع النووي العسكري الإيراني. فهذا لا شك هشاشة الوضع الأمني في إيران شيء واضح وجلي. هذا عن هشاشة الوضع الأمني. لكن دكتور عمر، يعني قبل أقل من عام اغتيل قاسم سليماني، وهو أهم شخصية إيرانية عسكرية تتولى توسعه المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة. قبل أقل من عام يغتال الآن هذا الشخصية المهمة. يعني ما الهدف الذي أراد الإسرائيليون؟ ونحن نتبنى رواية الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي اتهم إسرائيل صراحة بالقيام بهذه المهمة. ما الهدف الذي تسعى تل أبيب إلى تحقيقه من وراء هذه العملية؟ وهل يمكن ربطها بما حصل لقاسم سليماني؟ لا، فيما يتعلق بقاسم سليماني، كون الولايات المتحدة الأمريكية الذي قامت بالتنفيذ جهارا نهارا، واغتيال قاسم سليمان أرجو أن تعطيني وقت لأوضح عليه حتى ندخل بالاغتيالات لعلماء الذرة الإيرانيين. قاسم سليمان هو لم يكن على هدف من أهداف الموساد الإسرائيلي، كما قال ذلك صوت النصورة مدير الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، قال بالحرف الواحد عندما أرسلت المخابرات الموساد الإسرائيلي للCIA للولايات المتحدة الأمريكية، لأن عماد مغنية وقاسم سليمان تحت الهدف، فأمريكا أصدرت أمر في قتل مغنية وترك قاسم سليمان. إذا ذهبنا إلى صوت وصورة من فم قاسم سليمان نفسه، فقال لقد ضيعت إسرائيل فرصة لاغتيالي، وشرح ذلك بالتفصيل. وإذا ذهبنا إلى الشاشة الإسرائيلية المبرمجة حسب أدبيات دولة إسرائيل الصهيونية، لوجدنا قاسم سليمان ينزل في مطار أغبير ويستقبله الجنرالات الأمريكية بحفاوة. ولو ذهبنا إلى كل ذلك فجمعنا كل هذه المعلومات، فنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما اتخذت قرارا باختيار قاسم سليمان وبخاصة ترامب، قامت إيران بقصف قاعدة أمريكية على الأراضي العراقية وعسكري حاسم للأمريكيين في الأراضي العراقية، وبخاصة بعد أحداث الرمادي والأنبار والفلوجة. هذا مثلث الرعب في الإعلام الأمريكي. نعم. الذي قال الأمريكيون أنهم خسروا في هذا المثلث لا يقل عن 9,000 جندي أمريكي، وخسروا عن 9,000 جندي أمريكي جريح. لذلك عندما قامت القوات الإيرانية بقصف هذه القاعدة الأمريكية، ماذا قال ترامب؟ قال جود. إذن كلمة جود لا يستطيع أن يكون كلمة جود على إهانة إيران للولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت الضربة
تافهة وصغيرة. أما ما يتعلق في الاغتيالات فالاغتيالات هي قائمة في السياق التالي: إن إسرائيل تحاول قدر الإمكان أن تخفف من العلاقات الأمريكية الإيرانية، لذلك لم يأتيها ضوء أخضر لقصف المفعل النووي الإيراني كما جاءها ضوء أخضر بقصف المفعل النووي العراقي. أضرب مثل على ذلك، كل كلامي معلومات وليس رأيا. وقف نتنياهو وخلفه الطائرة 35 F-35، فقال هذه الطائرة تصل أي سنتيمتر من الشرق الأوسط، بمعنى تستطيع أن تصل على المفعل النووي. ولكن لماذا لا يخصف ذلك وطالما نتنياهو ليلا نهارا يقول لن نسمح بوجود سلاح نووي لإيران، لن نسمح بكذا، لن نسمح بكذا؟ لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ذلك. لماذا أمريكا ترفض قصف المفعل النووي الإيراني طالما أن إيران ممانعة للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الأمريكية، كما يظهر بإعلام الميادين وكما يظهر بإذاعات أخرى؟ لماذا؟ لأن إيران هي من ساعدت على تدمير القوات العراقية تدميرا تاما عندما رفعت أمريكا يدها عن نظام صدام. فعندما رفعت يدها عن نظام صدام أدى كما قال صدام بمحاكمته الذي نشروها نفس خلينا نتكلم نفس الموالين الولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلوا الجيش الأمريكي بالأرز والورود أمام كل شاشات العالم. قال صدام للحاكم: لولا أمريكا أنت تحاكمني يا ابني. لذلك لماذا أمريكا رفعت يدها عن نظام صدام ووضعتها لحليب لصالح حليب جديد وهو بالتأكيد إيران؟ هنا كل المشكلة. الإسرائيليون يريدون إظهار إيران بأنها عدو لأمريكا، وإيران وأما أمريكا شيطان أكبر أمريكا عند الإيرانيين، وأن الإيرانيين ممانعين جدا للسياسة الأمريكية. وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا خارج منظومة الأمن القومي الأمريكي. لذلك ترفض أمريكا قصف هذا المفعل لأنه أصلا هو مفعل أمريكي وأصلا منشأ بزمن شاه إيران، ولذلك رفعت أمريكا يدها عن شاه إيران لصالح النظام الجديد، علما أن الولايات المتحدة الأمريكية من ألد أعدائها الأنظمة الدينية. فمثلا عملت أمريكا على إسقاط هيلر في النمسا لأنه يميني متعصب، وعملت على إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان لأنها حكومة دينية متعصبة. طيب دكتور عمر، تدعم حكومة نائب الإمام الغائب. لحظة يا أخي، في هذا السياق الذي نائب الإمام الغائب وتدعم دولة إسرائيل أكثر الأنظمة الدينية تعصبية في المنطقة. دكتور عمر، في هذا السياق الأهداف الذي تتحدث عنه وهو من ضمنها محاولة تخفيف حدة أي علاقة ممكن أن تتطور بين طهران وواشنطن في المستقبل، ضمن أهداف أخرى من يتحدث عنها وهو ضرب المشروع الإيراني وقتل الإرادة الإيرانية في إنتاج مشروع نووي عسكري، هذا سنبحثه بعد وقفة قصيرة ثم عودة لاستئناف هذا الحديث. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة. أستاذ ماجد، يعني اغتيال شخصية بهذا الحجم وهو مدير مشروع أو برنامج أماد الذي يعني باللغة العربية الأمل، مشروع سري إيراني تقول مخابرات الغربية أكثر من مخابرات غربية تقول إنه مشروع معد لإنتاج قنبلة نووية، ما مدى الضعف الذي أصاب هذا البرنامج النووي الإيراني باغتيال محسن فخري زادة برأيك؟
هو لا شك يعني أن اغتيال فخري زادة بشكل كبير يؤثر على البرنامج النووي العسكري الإيراني. فلا ننسى أيضا بأن هذا ضمن سلسلة اغتيالات يعني منذ عقد من الزمن اللي طالت علماء نوويين إيرانيين وهم مجيد شهيان، مصطفى أحمدي روشن، مسعود علي محمدي والداريوش رضاي نجاد. هؤلاء من أشهر العلماء النوويين الإيرانيين الموالين للنظام. هناك علماء نوويين إيرانيين غير موالين للنظام هربوا، وهناك من هم في السجون. لكن هؤلاء الموالين للنظام اللي كانوا كلهم أعضاء في الحرس الثوري فأغتيلوا في السنوات الأخيرة. فحاليا نستطيع أن نقول يعني بشكل كبير لا يوجد شخص بارز مشهور من العلماء النوويين حتى يدير المشروع النووي الإيراني بعد فخري زادة، وأكيد يؤثر بشكل كبير جدا في هذا المشروع. طيب بالنظر دكتور عمر، بالنظر إلى الأهمية التي يتمتع بها الرجل الذي محسن فخري زادة، وبالنظر إلى الإنجازات العسكرية التي حققها، كما قال وزير الدفاع الإيراني وصفه بأنه حقق إنجازات عسكرية كبيرة في مجال الإنتاج النووي، هل يمكن القول أن المشروع النووي الإيراني تلقى ضربة إن لم تكن قاسمة فهي قريبة من ذلك؟ لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفلس الفرن النووي الإيراني، سواء كان في مجال المياه الثقيلة أو كان في مجال التخصيب. لو الولايات المتحدة الأمريكية تريد ذلك لفعلت ذلك من زمان، كما فعلت في قاسم سليمان على سبيل المثال. فالمسألة مسألة أمنية أمريكية وليست مسألة إيرانية ولا إسرائيلية. إسرائيل في الشرق الأوسط هي قدرتها العسكرية أقل من أصغر حاملات طائرات في الأساطيل الأمريكية، لا وزن لها. شريانها التاجي في واشنطن كما كان في لندن سابقا. لذلك المسألة مسألة تركية إيرانية. فهنا المسألة التي تستطيع أمريكا أن إيران إذا أرادت تركية إيرانية أم أمريكية إيرانية دكتور؟ نعم، المسألة أمريكية إيرانية، قلت المسألة تركية إيرانية. لا لا لا، الصراع على الشرق الأوسط الآن هو ما بين النظام الإيراني والنظام التركي، هذا صحيح، وهذا أمريكا ما تخشاه وإسرائيل ما تحسب حسابه. لذلك إسرائيل تريد أن تلعب على دور إيران الذي هو كان فاضحا في العراق وتدمير العراق، ولذلك تريد أن تستثمر ذلك. أما إيران فهي التي اختارت أن تكون مع الشيطان الأكبر، لأن إيران هي التي عملت على تدمير القوات العراقية. لولا أمريكا ما سقط صدام، ولذلك سقوط صدام لصالح إيران 100%، لأنها هي التي تحالفت مع أمريكا. ولا نتكلم مع إيران جيت، ولا نتكلم مع فضيحة الأخوان عوفر. المسألة أن النظام الإيراني لا يمت بصلة لأي مخالفة للأمن الأمريكي، بدليل اغتيال قاسم سليمان فردت بضع صواريخ هنا وهناك على قاعدة أمريكية أصلا خالية من الجهود الأمريكيين، ولذلك قال ترامب جود، وكلنا سمعنا ذلك. لذلك المسألة في إيران هي التي تريد أن تذهب إلى مشروعها الفكري الطائفي كما فعلت في العراق بحربها لصدام، والذي رفض اتفاقية الجزائر النظام الجديد. ولذلك لماذا أمريكا أسقطت محمد رضا بهلوي؟ لماذا لم تعالجه في مستشفياتها وهو عميلها لأكثر من 40 عاما؟ إذن المسألة في النظام الإيراني الذي لا يريد بأي شكل من الأشكال أن ينظر إلى أي مشكلة في الشرق الأوسط، لا بالصراع مع إسرائيل وإنما بالصراع مع المسلمين فقط، هنا المسألة. لذلك لا نستطيع أن نتجاوز هذا الكلام بحيث أن نقول مع أو ضد. الأقلية يا أخي في الوطن العربي مثل أقلية إخواننا الشيعة هم أقلية، لا يمكن للأقلية أن تصبح أغلبية في هذا الوطن، ولذلك عدوهم الأغلبية، والأقلية هي التي تظهر بالطائفية وبالأقلية أنها أقلية. لكل هذه الاعتبارات هو أساس الثورة أمريكا تعمل على دعم إيران كما عملت عليه أثناء الحرب 8 سنين مع النظام العراقي. طيب إذن المسألة هنا، ما دور إسرائيل في هذه المعادلة؟ لا شيء.
لا 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 يوجد، حتى لو إسرائيل أمريكا وهي تملك ذلك كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي. طيب. أنها تمتلك قنابل ذرية، ومع ذلك لا تستطيع إسرائيل أن تفعل ما فعلت إيران في العراق، ولا تستطيع إسرائيل أن تفعل ما فعلت إيران في سوريا، ولا تستطيع إسرائيل ولو كانت ثلاث دول ثلاثة إسرائيل لا تستطيع أن تكون الخسائر في الأراضي العراقية بمئات الألوف وكذلك في سوريا. إذن لو دخلت إسرائيل على هذه المناطق لا سمح الله فإن المقاومة الشعبية البسيطة ستكون أمر من مثلث الرعب الذي أرعب الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك في الأنبار والثلوجة وفي الرمادي. طيب. إذن المسألة هنا يا أخي، المفعل النووي العراقي الإيراني لولا رعاية أمريكية إسرائيل تستطيع أن تدمره كما دمرت المفعل النووي العراقي. وأضرب مثل يا أخي علمي لا اقتباس، قسما بالله لا أتكلم رأيا، إسرائيل بثت شريط وثائقي اسمه شريط تموز، فذهبت الطائرات الأمريكية زمن مناحين بيكن لقصف المفعل النووي العراقي ووصلت هدفها. نعم. ما كان الدولة الأمريكية متوفر فعادت بدون قصف، ثم بعد يومين أو ثلاثة ذهبت إلى نفس الهدف ولكنها وصلت إلى الهدف وقالت للأمريكيين نحن فوق الهدف اسمحوا لنا بقصفه، فلم يسمحوا لهم بقصفه، ثم المرة الثالثة سمحوا لهم بقصفه. هذا اقتباس من شريط وثائقي في الشاشة الإسرائيلية. لو توفر الدول الأخضر الأمريكي لقصف المفعل النووي لقصفته إسرائيل بكل طيب سهولة. أنت تقول كلاما مهما وأتيت باقتباسات مهمة دكتور عمر، وأرجو عن المعذرة عن المقاطعة لأن ليس لدي الكثير من الوقت، يجب أن أنتقل إلى لندن. سأعود إليك أستاذ ماجد. يعني الآن إلى أي مدى يمكن لهذه العملية اغتيال محسن فخري زادة أن تأتي بنتائج عكسية؟ أعني بذلك حالة اصطفاف شعبي ونخب وحكومة وعسكر وراء البرنامج النووي الإيراني، فيكون بذلك أحرزوا نتائج عكسية من حيث أرادوا عكس ذلك. إلى أي مدى هذه المقاربة يمكن أن تتحقق في إيران الآن؟ يعني قصدكم النتائج العكسية يعني التعاطف الشعبي مع النظام الشعبي في إيران؟ التعاطف الشعبي مع مشروع النووي، يعني إذا ما كان من ضمن أهداف هذه العملية هي تقويض البرنامج النووي الإيراني، فإلى أي مدى يمكن أن يكون قتل مثل هذا الرجل يؤتي بثمار أو بنتائج عكسية بحيث أنه يزدادون إصرارا على هذا البرنامج بدعم شعبي؟ بالنسبة للنظام نعم، نظام يعني يبذل كل جهده لامتلاك السلاح النووي وهذا ما يسعى إليه إيران منذ عقود، لكن بالنسبة للشعب أو التعاطف الشعبي لا يوجد أي تعاطف شعبي بالنسبة للمشاريع الموجودة المشاريع التابعة للنظام الإيراني، لأن الشعب في إيران يعني مل من هذا النظام من سياسات هذا النظام، والشعب بأكمله نستطيع أن نقول 95% معارض للنظام، وبل فئة قليلة جدا هم الذين مع النظام ويدعمون النظام وهم بيدهم جميع مقاليد الحكم وثروات البلد. أما الشعب الإيراني بجميع أطيافه ومذاهبه وألوانه ولغاته وثقافاته هم ضد هذا النظام وضد مشاريع هذا النظام، بل معظم الشعب الإيراني يحبون الدول المعادية للنظام الإيراني، يعني حبهم لأمريكا ولإسرائيل وفرحهم بالضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية شيء لا يوصف، وهذا ما نشاهده علنا سواء في الشارع في إيران أو في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام غير الرسمي. طيب دكتور عمر، وأرجو الاختصار قبل أن نذهب إلى فاصل، ما الذي سيحقق هذا الحادث لإسرائيل من أهداف؟ إسرائيل لا تستطيع إلا أن تكون أداة أمريكية 100%، بدليل كل نشاط إسرائيل هو من أجل تعزيز الليكود وتعزيز نتنياهو بانتخاباته التي هي شخصية متآكلة في الإعلام الإسرائيلي. وعندما يظهر أنه عدو لإيران وأنه عدو لإيران والعدو الأول لإيران فهو من أجل تسويق نفسه سياسيا في أي معركة انتخابية قادمة. أما ما يتعلق بتأييد الجماهير وعدم تأييد الجماهير فهذا في علم السياسة لا قيمة له، إن القيمة كل القيمة للقوى التنظيمية ولرأس المنظم. وإذا أخذنا مصطلحات دقيقة، القائد والملأ، القائد والملأ هو الذي يهم في كل هذه النشاطات الشعبية. وكما قال اليمين على سبيل المثال ببداية القرن العشرين إن الشعب كالبقرة
من يحلفه يحلبه. لذلك الشعب الإيراني إيراني بظل محمد رضا بهلوي، والشعب شعب إيراني بظل خميني وخاميني وبظل أي شخصية قادمة. المسألة في الهيئة التنظيمية لقيادة الدولة، والمعارضات الشعبية هنا وهناك لا قيمة لها إلا إذا توفر لها قيادة شعبية وقائد يستطيع أن يستثمر هذا الغضب الشعبي أو هذه الانتاجات. وأضرب مثل بسيط، الاحتجاج الشعبي في مصر كان غير مسبوق بكل تاريخ البشرية. عندما تشاهد 5 مليون 6 مليون يحتجون عن نظام ينامون بالشوارع وبدرجة حرارة عالية وبصيام وأكثر من فترة زمنية لا توجد عند أي شعب في تاريخه منذ تواجد الألمان ولا البولنديين ولا وارس ولا إما بالدك، ومع ذلك لم تنتهي بشيء بسبب غياب القيادة وبسبب غياب الرأس. المسألة دائما أبدا بالرأس والقيادة. فإذا كان أصلا على سبيل المثال زادة هو جنرال بالحرس الثوري الإيراني أولا كما ظهر بالشاشة الإسرائيلية، ثانيا هو بشار بن فيزا النووية، ثالثا هو أبو القنبلة الذرية كما نعرفه الإسرائيليون، ومع ذلك هذه الاختيالات الثمانية لعلماء إيرانيين على الأراضي الإيرانية ومن خلال السيادة الإيرانية هي لم تقدم ولا تؤخر في تقدم المشروع أو عدم تقدمه. من ما هي الضربة القادمة لهذا المشروع إذا تعرض إلى ما تعرض إليه المفعل النووي العراقي أو المفعل النووي السوري أو تفتيت المفعل النووي الليبي الذي كان متقدما جدا في هذا المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في هذا السياق نريد أن نبحث خيارات الرد الإيراني المحتملة والتي يختلف المراقبون حول مداها وحدودها. هذا المحور الأخير نلقاكم فيه بعد هذه الوقفة. أهلا بكم أستاذ ماجد. هل تملك طهران خيارات واسعة في موضوع الرد، خصوصا وأنها تسيطر على عدد من عواصم الدول العربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ نعم، هذه القضية، قضية الخيارات الإيرانية في الرد على الحملات أو أهداف إسرائيلية أو أمريكية اللي حصلت في السنوات الأخيرة، هذا الموضوع يرجعنا إلى وضع هشاشة الوضع الأمني الإيراني والضعف العسكري الإيراني بخلاف ما يدعيه النظام الإيراني. النظام الإيراني نمر على ورق، يعني خاصة في قضية هذا، قضية فخري زادة، يعني بس أنا استسمحكم يعني أذكر موقفين. الموقف الأول، علي الشمخاني هو رئيس الأمن القومي الإيراني ذكر قبل 3 أيام في تصريح مرئي تلفزيوني بأن نحن كنا ندرك تماما بأن الدكتور فخري زادة سيستهدف وأين وكيف ومنذ 20 سنة، وكنا نراقب الوضع لكننا يعني غضينا الطرف بسبب يعني كثرة المحاولات الاغتيال، فلهذا هذا الذي حصل، لكن لن نسمح في المستقبل أن يحصل مثل هذا. وكذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي قال نفس الكلام، نحن بخلاف ما يشاع عنا نحن أقوياء ونحن ليست لدينا أي ثغرات ونحن سنحتفظ بحق الرد. وهذا كله يعني يدل على ضعف خلينا نقول العسكري الإيراني وهشاشة الوضع الأمني الإيراني، وأن إيران ليست لديها خيارات للرد ما عدا عبر أذيالها في الدول المحيطة بما فيها خاصة في العراق وفي اليمن. لماذا؟ لأنهم يريدون يستهدفون، لا يستهدفون مثلا
القوى الغربية المتواجدة في الخليج وعلى رأسها السفن الأمريكية الحربية، وأيضا لا يستهدفون إسرائيل والمواقع الإسرائيلية، لا، هم يستهدفون المواقع العربية الخليجية السنية، وكذلك الأهداف السنية سواء في اليمن أو في العراق، لأنهم عجز وأضعف من أن يستهدفوا أمريكان وإسرائيل وهكذا، فبالتالي يقولون نحن نستهدف حلفائهم الذين يتحالفون مع القوى الغربية في المنطقة. وهذا للأسف الزيارة الأخيرة اللي يقال عنها بأنها حصلت يعطيهم مبرر أكثر لاستهداف أهداف خليجية أو سعودية أو إماراتية أو سنية في اليمن أو في العراق أو في الخليج. طيب دكتور عمر، بين مشكك من امتلاك إيران لإرادة الرد في هذه المرحلة بالتحديد، وبين قائل بأن بالعكس طهران تملك خيارات كثيرة في العراق، في سوريا، في اليمن، في لبنان، إلى أي الفريقين تنحاز، خصوصا وأن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب سحبت موظفيها من العراق وبغداد؟ هذا جانب، يعني من يرشح بأن الرد سيأتي من إحدى الدول العربية، عبر إحدى الدول العربية. فريق آخر يقول بأن أمريكا سمحت لإسرائيل بتنفيذ هذه العملية حتى تتجنب أي رد إيراني محتمل على قواتها ومصالحها في المنطقة. كيف ترى الأمور؟ باختصار، ما ينطبق على الاغتيال الثامن زاد ينطبق على الاغتيالات السابقة والتي ذكرت أسمائها بالاسم، وهم علماء ولهم علاقة في المشروع النووي الإيراني. لم ترد إسرائيل، لم ترد إيران شيئا، لا على إسرائيل ولا حتى على حلفاء إسرائيل، ولا يوجد لإسرائيل حليف. هذا التطبيع مع النظام العربي ليس تحالفا مع إسرائيل وليس سلاما مقابل سلام كما يقول نتنياهو. إذن لماذا تقصف المدن السعودية بالصواريخ وهي دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية كما يشاع بكثير من الفضائيات؟ لماذا تقصف المدن بصواريخ مداها أكثر من 1000 كيلو وهذا المدى يصل إلى دوية إسرائيل؟ لماذا؟ لأن السعودية ليست حليفة للولايات المتحدة الأمريكية بدليل أنها تقصف مدنها بالصواريخ، وبدليل قانون جاستا الذي يؤكد على تغريم المملكة العربية السعودية 3 تريليون من الدولارات مقابل أمريكيين من أذى من السعوديين، سواء تكلمت عن 11 سبتمبر أو تكلمت عن الخسائر الأمريكية بالأنبار والفلوجة أو من المقاتلين من العرب الأفغان، وكذلك الحال في أفغانستان. إذا المسألة، إذا من يظن بالإعلام أن المملكة العربية السعودية حليفة الولايات المتحدة الأمريكية هو خاطئ. لماذا؟ لأننا لماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية تغريم المملكة العربية السعودية 3 تريليون من الدولارات، وأنت وتعمل على خفض أسعار النفط وتعمل على ضرب ناقلات النفط كناقلة النفط البريطانية التي ذوبت في عدن البحر عندما حملت النفط السعودي. لماذا كل ذلك والصواريخ تنهال عليها؟ ومدى هذه الصواريخ تصل لدول إسرائيل وإيران تتعرض إلى هذه الإهانات الإسرائيلية ليلا نهارا؟ وأريد أن أؤكد على حاجة مهمة في الإعلام الإسرائيلي التي نسمعها يوميا، أن الغارات الجوية الإسرائيلية في السماء السورية ليلا نهارا لمطاردة الوجود الإيراني في سوريا، مثل برد T4 وغير T4، وهنا منيشات إيرانية موالية، وهنا إيران مواليين لإيران، والقصف الجوي 100 غارة، 1000 غارة، 3 غارات يوميا، 6 غارات، 7 غارات. حتى أزينكوت قائد جيش دوية إسرائيل أكد أن الغارات وصلت إلى المئات وهي تطارد الوجود الإيراني، وكلها غارات كذب بكذب لا قيمة لها. وهذه الإهانات التي توجهها إسرائيل لإيران تكشف حقيقة إيران، كما قال ضيفك الكريم، فإن إيران أعجز أن ترد على إسرائيل بدليل أنها لم ترد. دكتور، إيران أنت تعتبر أن إيران هي أعجز من أن ترد، وحتى أملك الفرصة والوقت حتى أعود إليك لأختم معك، ألتمس منك المعذرة، أتحول إلى لندن لأسأل الأستاذ ماجد. يعني هناك الاتحاد الأوروبي سيدعو إلى اجتماع الدول الاتفاق النووي مع إيران، وهي المجموعة الأوروبية زائد
الصين وروسيا، وفي هذا السياق يبدو أنهم في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي بعد حادثة الاغتيال. في هذا السياق قال جوزيف بوريل وزير الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق مع إيران هو السبيل الوحيد لتفادي تحول إيران إلى قوة نووية. هل ستحدد هذه التحركات الدبلوماسية مسار الرد الإيراني برأيك؟ أنا في رأيي نعم، هذه التحركات الدبلوماسية ستؤثر في مسار الرد الإيراني، خاصة أن أيضا الرئيس الأمريكي المنتخب أيضا لمح بأن قد يعني إذا التزم إيران بشروطنا وبشروط المجموعة فنستطيع أن نعاود، أو أنا يعني سأحذف يعني ال خلينا نقول المقاطعة واللي حصلت من قبل الإدارة الأمريكية السابقة عن إيران، فبالتالي كل هذا يؤثر أكيد، لأن إيران تلعب يعني سياسة بشكل ذكي ويستطيع أن يستفيد من هذه الثغرات. ولا ننسى أن الدول الأوروبية وقفت مع إيران في قضية البرنامج النووي وكانت تعارض سياسة ترامب، فإذا رحل ترامب عن الإدارة الأمريكية قد يعني البرنامج النووي الإيراني تعاد برمجتها وتعاد حركتها كما كانت في السابق. طيب أختم مع الدكتور عمر في نابلس، ويعني بدقيقتين دكتورنا، يعني أنت ضد أو من الذين يؤيدون أن إيران لن ترد أبدا، السؤال هو بالمقلوب اليوم، لماذا غاب الرد الإيراني طوال السنين الماضية؟ اغتيال 5 علماء، إحراق جزء من منشأة نطنز النووية، واغتيال قاسم سليماني الشخصية المحورية في المشروع الإيراني التوسعي، لماذا غاب الرد الإيراني طوال هذا السنين برأيك؟ حتى الرد هذا الذي حصل بعد قاسم سليمان بلسان اقتباس دقيق من لسان ترامب بأنه جود، ولا أحد يقول أنه تم الانتقام منه أو تم ضربه ثم يقول. والإيرانيون أخبروا الأمريكيين عبر العراقيين بأنهم سيقصفون هذا الموقع الذي تتواجد فيه القوات الأمريكية. نعم هو قصفوه أصلا، قصفوه وقت اغتيال قاسم سليمان، وعندما ردت ترامب على القصف قال جود أعود، إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا مخالف للولايات المتحدة الأمريكية خشية ألا يعالج خامنئي في المستشفيات الأمريكية كما لم تعالج المستشفيات الأمريكية محمد رضا بهلوي. نعم إن إيران لا تستطيع أن تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. هل هذا دكتور عمر معذرة، هل هذا سبب كافي أم أن ربما من يقول، وأنا هنا أقتبس لك ليس حرفيا وإنما بعض المراقبين ممن يقول بأن خشية إيران على مشروعها التوسعي في المنطقة العربية الذي يغض الطرف الأمريكي عنه، هل هذا ممكن أن يكون السبب؟ نعم هذا سبب كبير، حتى هذه الإنجازات مع الحوثيين مع لبنان مع حتى بعض الفصائل الموالية لإيران في قطاع غزة، نعم هذا صحيح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تسكت مصادر النيران لدى الحوثيين في تعز وصعدة عن طريق الطائرات الأمريكية التي تزود بالأسلحة وتزود بالأجهزة، نعم. لأن F-15 والF-16 في سلاح الجو السعودي كما هي في سلاح الجو المصري هي بدون أجهزة قتالية وبدون كود قتالي أصلا، ولذلك كيف لا تستطيع السعودية إسقاط سبب النيران؟ وصلت فكرتك دكتور عمر، لذلك نعم. إيران لا تستطيع أن تفعل شيئا، تماما مثل إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا تثير غضب أمريكا. وصلت فكرتك مثل ما وصل البرنامج إلى نهايته، أشكرك شكرا جزيلا دكتورنا عمر جعار الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، كما أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ ماجد العباسي كان معنا أيضا عبر الهاتف من لندن. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في حراسة الله.